يعني بداية شكر وتقدير للإخوان أعضاء اللجنة على هذا التوجه، وأيضا مقدمين المقترح اللي تبنوا موضوع إلغاء الوكيل المحلي يعني ترتيبا لأوضاع السوق المختطف يعني لفترة سابقة. لكن أنا أكون واضح وصريح مباشرة، كثير من القوانين هي إبداء يعني حسن نوايا ومحاولة لتغيير واقع سيء في الكويت، لكن إلغاء الوكيل المحلي بهذا القانون هو بادرة نيابية، لكن الهم الأكبر هو على الحكومة أن تمارس هذا الدور، لأن مع احترامي حق كل ما ذكر من نصوص قانون، الحكومة هي من تكرس وتفعل وتدعم موضوع الوكيل المحلي. يعني من خلال أداة تحسيبة الأعمال، أصعب الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع هو احتكار والاستحواذ على هذا السوق. أمر ثاني أيضا من خلال حتى صفقات تسليح بنوايا الحكومة بالتعاقد المباشر مثل صفقة الكركال، نجد أن يعني ما شفناهم يبوقون، شفناهم يتحاسبون. من خلال تحكيم في باريس اكتشفنا أن هناك شخص لبناني يعني هو الوكيل أو صاحب العمولة، وبعدها اكتشفنا أن هناك شركة كويتية داخل الكويت هي المعنية بهذه العمولة. لذلك هذا السلوك المتبع من سنوات هو تكريس لفئة متنفذة من خلال وكيل محلي، من خلال احتكار أملاك دولة، من خلال استحواذ أراضي صناعية. السوق في الكويت محتكر، يجب أن ندعم كل القوانين اللي تفتح السوق المحلي ويسمح بدخول كل الشركات العالمية اللي من شأنها أن تكون كيان اقتصادي يدعم ميزانية الدولة ويخلق فرص وظيفية للكويتيين. شكرا أخي الرئيس.